بدأت منذ سنتين بحفظ القرآن، والآن أتممت حفظه والحمد لله. وعندما عدت لتسميعه مرة أخرى كنت قد نسيت بعض ما حفظت، مع أنني كنت لا أنتقل من سورة إلا عندما أحفظها تمام الحفظ. هل لي ثواب من حفظ القرآن؟ وعندما كنت أحفظ القرآن عند التسميع كنت أسرع ولا أراعي بعض حركات التجويد، هل يجوز ذلك؟ حفظ القرآن نعمة عظيمة وعبادة عظيمة، فيجب على المسلم الذي حفظ القرآن أن يشكر الله على هذه النعمة. وأما كون السائلة نسيت بعض السور فهذا شيء مصيب الإنسان، النسيان يأتي على البشر، ولكن بإمكانها أن تعاود حفظ هذه السور أو هذا المقدار الذي نسيته وتكمل حفظ القرآن، ولها في ذلك الأجر العظيم إن شاء الله بحسب نيتها وإخلاصها لله عز وجل. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لتركها بعض أحكام التجويد عندما كانت إن أحكام التجويد ليست واجبة، إنما هي مكملة ومجملة للتلاوة. أما الذي يجب فهو قراءة القرآن على الوجه الصحيح بحيث لا يكون فيه لحن يخل بالمعنى، يعني يقرأه على الوجه الصحيح من رفع ما يستحق الرفع ونصب ما يستحق النصب وخفض ما يستحق الخفض بحسب قواعد اللغة العربية، هذا هو الواجب. وأما التجويد فإنه أمر مكمل إذا حصل فيه تكميل للتلاوة وتجميل لها، وإذا لم يحصل فليس بلازم، إنما اللازم صيانة التلاوة عن الخطأ اللغوي من رفع المنصوب أو نصب المرفوع أو غير ذلك مما يخل بالمعنى. نعم جزاكم الله خيرا.